مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى النشرة العربية على التلفزيون الوطني لجمهورية الصومال. ومن أبرز العناوين: مجلس الشعب للبرلمان يمنح الثقة لرئيس الوزراء الجديد. رئيس الوزراء الجديد يتعهد بتشكيل حكومة من أصحاب الكفاءة والاختصاص. سفيرة الجمهورية لدى زامبيا تضع حجر الأساس لإعادة بناء السفارة. وفي أخبار العالم، الأمم المتحدة تحذر من تجدد القتال في ليبيا وتبدي انزعاجها من الحشد الهائل للأسلحة. أما الآن مشاهدين الكرام، فإلى تفاصيل النشرة، ومعكم عمر فارح. وافق مجلس الشعب للبرلمان الفيدرالي في جلسته اليوم الأربعاء على رئيس الوزراء المكلف السيد محمد حسين روبلي. ونال السيد محمد حسين روبلي ثقة مجلس الشعب بالأغلبية الساحقة وبمجموع 215 صوتا. وقال رئيس مجلس الشعب للبرلمان السيد محمد مرسل الشيخ عبد الرحمن عقب التصويت إن المجلس وافق على رئيس الوزراء السيد محمد حسين روبلي، حيث نال جميع أصوات النواب الحاضرين والبالغ عددهم 215 عضوا من أصل 275 نائبا. وكان فخامة رئيس الجمهورية محمد عبد الله فرماجو قد شكر على مجلس الشعب الذي منح الثقة بأغلبية كبيرة لرئيس الوزراء الجديد. تعهد دولة رئيس الوزراء السيد محمد حسين روبلي عقب حصوله على ثقة البرلمان بتشكيل حكومة جديدة من أصحاب الكفاءة والاختصاص. وقال دولته إن المرحلة التي يمر بها البلاد تتطلب تشكيل حكومة قادرة على مواكبة الوضع العام في أسرع وقت ممكن والعمل على تنمية البلاد. وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيمنح الأولوية لتعزيز مجالات الأمن وملف الانتخابات والتنمية الاقتصادية والعدل والقضاء ومحاربة الفساد ومراجعة الدستور بالإضافة إلى العلاقات الدولية. وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيمنح الأولوية لتعزيز مجالات الأمن وملف الانتخابات والتنمية الاقتصادية والعدل والقضاء ومحاربة الفساد ومراجعة الدستور بالإضافة إلى العلاقات الدولية. وكان مجلس الشعب منح الثقة اليوم الأربعاء لرئيس الوزراء السيد محمد حسين روبلي بالأغلبية الساحقة، حيث نال 215 صوتا من أصل 275. وضعت سفيرة الجمهورية لدى زامبيا سعادة حوا حسن محمد حجر الأساس لإعادة بناء وترميم مبنى السفارة. ويتم مشروع بناء مبنى السفارة بشكل تدوعي من قبل الجالية الصومالية المقيمة في زامبيا بقيادة رئيس الجالية السيد محمود هيران، الذي قال إن الجالية قررت ضوعا بناء سفارتها. وأعربت سعادة حوا حسن محمد عن شكرها وتقديرها للجالية الصومالية على قيامهم ببناء وترميم مبنى السفارة بشكل تدوعي. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من تجدد المواجهات المسلحة في ليبيا بعد أن هدأت حدة القتال. وأبدى أنطونيو غوتيريس انزعاجه من الحشد الهائل للأسلحة الذي ينتهك قرارات مجلس الأمن. كما دعا غوتيريس في خطابه أمام الجمعية العامة للمنظمة الدولية إلى التعاون من أجل تيسير التوصل إلى اتفاق فعال لوقف إطلاق النار واستئناف المحادثات السياسية بين الأطراف الليبية. وشدد على إعداد زخم جماعي جديد لدعم السلام والمصالحة في العديد من الدول التي تشهد صراعات متواصلة. وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بتعزيز الجهود الدولية التي يقودها مجلس الأمن لتحقيق وقف عالمي لإطلاق النار بحلول نهاية العام الجاري في ظل جائحة كوفيد-19. إلى هنا مشاهدين الكرام تنتهي النشرة الإخبارية، وكان معكم في الهواء عمر فارح. أترككم في أمان الله حتى نلتقي مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله.